نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية والمطاعم الكبرى تخفيضات في الأسعار واحتفالات بمختلف أنحاء الجمهورية كانت محل إجادة من قبل المواطنين. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو. شهدت المولات والسلاسل والمحلات التجارية والمطاعم الكبرى المشاركة في فعاليات الاحتفال بثورة 30 من يونيو في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية أجواء احتفالية وفرحة كبيرة. يوم جميل، ذكرى 30/6، محلات كتير عامله عروض، مش محلات سوبر ماركت بس ولا محلات اكل بس، لا دي محلات براندات كبيره. كل سنه في 30/6 الحمد لله المحلات كلها بتتضامن مع بعضها وبتعمل خصومات كويسه، وفرصه للعيله المصريه كلها تخرج وتشتري الحقيقه حاجات اللي هي عايزاها. انا كنت مستني طبعا بشغف ان انا انزل عشان استفاد بالعروض دي كلها، وانا عارف ان العروض ديت بتعمل تخفيضات في اماكن كتيره جدا. الفعاليه التي اطلقتها وزاره الداخليه بالتنسيق مع هذه الكيانات الكبرى بمناسبة الاحتفاء بثورة 30 من يونيو شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على المشاركة والاحتفاء في كافة أنحاء الجمهورية. شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك. استنى اليوم ده من السنه للسنه، لانه فعلا بيبقى يوم بيفكرنا بتاريخ جميل، وفي نفس الوقت بيبقى فيه تخفيضات جميله والناس كلها بتبقى محتاج لده، وانا شخصيا اليوم ده بستناه وببقى مبسوط بيه. النهارده يوم جميل لذيذ، متعودين كل سنه ننزل اليوم ده، بيبقى فيه بهجه وفرحه في الشوارع، وكده الناس كلها بتنزل والناس كلها بتتبسط في الشارع، بيكون فيه تخفيضات حلوه. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا على الحمله اللي عاملها اليوم ده بالذات، ان بيرسل ناس كتير في الشارع. الاسعار كلها هايله بصراحه، وبشكر وزاره الداخليه والسيد الرئيس على المبادره الجميله دي. من اول ما دخلت صراحه والاجواء كانت رهيبه، الاغاني اللي كانت شغاله كانت تحفه، المول السيلز فيه رهيبه 50%، والمحلات كلها كمان الاجواء بتاعتها كانت حلوه، فيني مشغل اغاني وكل حاجه كانت حلوه النهارده ومختلفه صراحه. ترحيب كبير من المواطنين بالمبادره في ظل ما تطرحه من تخفيضات كبيرة وعروض خاصة على المنتجات والمعروضات المتنوعة غير المسبوقة طوال اليوم. شفت المحلات كلها النهاردة عاملة ديسكاونت بسبب 30/6، وأحب أشكر الرئيس طبعا على اليوم الحلو ده، ومفيش تقريبا محل مش عامل الديسكاونت. شكرا لسيادة الرئيس على المبادرة الجميلة دي، وكل سنة وحضرتك طيب. مبادرة كلنا واحد موجودة، بنشكرك عليها يا رئيس، وبنقول لك كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت بخير، كل سنة وانت واخدنا لقدام ومحقق لنا كل اللي احنا عايزينه بإذن الله. بجد شكرا جدا لحضرتك يا رئيس، بجد كل سنة وحضرتك طيب وكل عيد وانت معانا. 62 مولا تجاريا و111 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالي 824 فرعا و44 سلسلة تجارية لبيع الحلوى بإجمالي 349 فرعا، إضافة إلى 55 كيانا صناعيا بإجمالي 632 فرعا على مستوى الجمهورية مشاركة في المبادرة، وموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية قدموا عروضا خاصة ومفاجآت للمواطنين على منتجاتهم وخدماتهم. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. انا جاي النهاردة انا وولادي بنحتفل بمناسبة 30/6، وفي عروض وخصومات جميلة جدا. بجد الاسعار فرقت معانا والتخفيضات فرقت معانا، وبنشكر الصراحة يعني سيادة الرئيس وزارة الداخلية على العروض وعلى الاحتفالات الجميلة اللي احنا شايفينها النهاردة. انا اصلا فعلا النهاردة نازل مخصوص عشان خاطر المبادرة بتاعت كلنا واحد اللي هي بمناسبه 30/6، فانا صراحه حابب اشكر سياده الرئيس واشكر وزاره الداخليه على ان هم بيشاركوا مع المحلات مع المولات في ان هم يعملوا خصم حقيقي ويعملوا مشاركه اجتماعيه حقيقيه للشعب. حاسس ان هي هتفرق معاهم كويس قوي، وخاصه لو استمرت كمان طول الاجازه دي على الاقل. بس لقينا كل التخفيضات كويسه جدا، ولقينا المحلات كلها عامله مبادره كلنا واحد،
ودعم لسيادة الرئيس والدعم ل 30/6. احنا بنتمنى ان يبقى كل المحلات وكل الشركات دي كلها تبقى يوميا في احتفالات. احنا بنتمنى ان 30/6 تبقى كل يوم. كل حاجه مبهجه، كل حاجه جميله حقيقي، بسطنا جدا، فرحنا جدا، حسينا بالعيد، خصومات موجوده، محلات جميله، عروض موجوده جميله، البهجه والفرحه على وشوش الناس كلها، وكلنا مبسوطين، كلنا مبسوطين وسعداء باليوم ده. ربنا يعيده علينا يا رب بيومنا الخير. هذه العروض والاحتفالات تؤكد حرص وزارة الداخلية على الاحتفال مع المواطنين بهذه المناسبة الغالية والوطنية الخالدة التي أثلجت صدورهم وأدخلت البهجة في نفوسهم، وأكدت على أهمية الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية في دعم ومساندة المواطنين. عايزة أقول النهاردة للرئيس سنة وأنت طيب، وكل سنة ومصر كلها طيبة، وكل سنة واحدة بنحتفل مع بعض. بنقول له كل سنة وأنت طيب بالنسبة 30/6، وإحنا مش هننسى جميله أبدا إن هو ضحى ووقف مع الشعب المصري ونفذ إرادته وكلمته في طلبه في إن هو يكون موجود معانا. شكرا بجد على كل حاجة، وربنا يقدرك، ودايما نتطور أكتر ونعدي بكل حاجة صعبة إن شاء الله مع بعض كلنا. الحقيقة النهاردة احنا انبسطنا جدا لما احتفلنا بيوم 30/6 وخرجنا أولادنا واتفسحنا معاهم. اليوم هايل ومليان مفاجآت وعروض، واشترينا حاجات كتير جدا عليها خصومات، واتغدينا كمان. فنتمنى السنة كلها الحقيقة تبقى 30/6، وكل سنة وكل مصر بخير يا رب، ونتقدم نتقدم إن شاء الله. واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح القلب، احنا اللي بنلعب فيه في وقت ما بدنا فيه، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب.